وللمتابعة تنضم إلينا من عمان مراسلة الغد داما الكردي. داما، ضعينا في تفاصيل أكثر عن استدعاء الخارجية الأردنية للقائم بالأعمال السورية في عمان، وأكثر معلومات عن 30 معتقل أردني من قبل السلطات السورية. نعم درة، منذ فتح الحدود الأردنية السورية البرية في منتصف أكتوبر الماضي ذهب الكثير من الأردنيين إلى سوريا للزيارة وبهدف إما الزيارة أو السياحة. تم اعتقال ما يزيد عن 30، وقد قد يزيد هذا العدد من المواطنين الأردنيين دون إبداء أي أسباب. كانت الخارجية الأردنية وبعد مراجعة ذويهم قد تقدمت بعدة مذكرات ومطالبات رسمية من الحكومة السورية بتوضيح أسباب الاعتقال وظروف اعتقال هؤلاء المواطنين، إلا أن الحكومة السورية لم تستجب، الأمر الذي دعا الخارجية إلى استدعاء القائم بالأعمال السورية أيمن علوش للمرة الرابعة على التوالي والمطالبة بمعرفة ظروف اعتقال هؤلاء المواطنين. إلى الآن السفارة الأردنية لم تتمكن من مقابلة أي من المعتقلين الأردنيين أو معرفة ظروف وأسباب احتجازه. وطالب اليوم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي علوش بضرورة إنفاذ القوانين الدولية فيما يتعلق بحق الدولة بمعرفة أسباب وظروف الاحتجاز ومعرفة أين تم احتجاز هؤلاء المواطنين. وإن كان هناك أي شك يتعلق بأي مواطن أردني فمن الأجدر أن يتم إعادته إلى بلاده، أو إنما عدم السماح وعدم السماح له إنما السماح له بالدخول إلى الأراضي السورية واحتجازه دون تبيان الأسباب أو دون السماح للقنصلية بمقابلته ومعرفة ظروف الاحتجاز. كان هذا الاحتجاج الذي قدمته اليوم الخارجية للمرة الرابعة للحكومة السورية على أمل أن يتم الاستجابة لهذا المطلب وتوضيح أين هم المعتقلين وما هي أسباب الاعتقال رأفة بهم وبأهاليهم. نعم طبعا. من المتوقع أن وحسب ما أشار علوش بأنه سيعود بالرد إلى الخارجية الأردنية قريبا. طبعا دما، سنتابع معك إن تمت معرفة أي معلومات جديدة عن أسباب هذه الاعتقالات وظروف الاحتجاز. نشكرك مراسلة الغد داما الكردي، كنت معنا مباشرة من عمان.